متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية للمملكة خلال هذه عطلة هذا الأسبوع. كما نلاحظ مبدأ هذه النشرة بخرائط ما يسمى بالضغط الجوي، وتشير الأنظمة الجوية السائدة في المملكة. هذا مع خرائط مساء هذا اليوم، نلاحظ امتداد لما يسمى منخفض البحر الأحمر من البحر الأحمر باتجاه مناطق الشمالية الغربية من المملكة، في حين يتواجد مرتفع جوي سطحي على أغلب مناطق المملكة في الجانب الآخر. هذا كان بعد مشيئة الله، مسؤول عن الاستقرار المؤقت للأجواء الذي شهدته المملكة خلال ساعات نهار يوم الخميس. ولكن على الجانب الآخر، غدا سنلاحظ أن هذا المنخفض الجوي تحرك إلى أواسط المملكة. يتعمق هذا المنخفض الجوي السطحي وممتد على أغلب المناطق. هذا الأمر سيعمل على تغير في الأجواء. بداية سيكون هناك نشاط واضح على سرعة الرياح، ربما نرى بعض الأتربة والرمال والعواصف الترابية محلية الطابع، ولاحقا قد نرى زخات رعدية من الأمطار ناتج عن هذا المنخفض الجوي، وهو من مسببات تشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي، والتي أيضا تنتج عن تقدم لهواء بارد أيضا في طبقات الجو العليا من المنطقة الشمالية من المملكة. دعونا نتعرف على سرعات الرياح وحركتها خلال ساعات نهار يوم غدا. إذا مع ساعات الصباح هناك بعض الرياح الجنوبية الشرقية والجنوبية النشطة، والتي تعمل على إثارة الرمال في بعض مناطق مثل الحائل والمناطق الوسطى، إضافة إلى أجزاء من المناطق الشمالية. ولكن مع ساعات النهار ومع تعمق هذا المنخفض الجوي السطحي، يتوقع أن تهب رياح جنوبية غربية شديدة السرعة في بعض مناطق تبوك وشمال المدينة المنورة، وأيضا تهب رياح جنوبية على مناطق القصيم ورفحاء والحدود الشمالية، كما تنشط قليلا سرعة الرياح في المناطق الغربية من العاصمة الرياض. وحتى في ساعات مساء يوم غد تبقى الرياح نشطة في بعض الأنحاء والأجزاء، وتكون مسببة لحدوث بعض الموجات الغبارية، ويستمر هذا الحال حتى ساعات منتصف الليل، ويتوقع أن تنشط بها سرعة الرياح بشكل كبير خلال ساعات ما بعد منتصف الليل فوق المناطق الوسطى في العاصمة الرياض، في القصيم، في حفر الباطن، إضافة إلى الحدود الشمالية. كل هذه المناطق لا يستبعد أن تتعرض لنشاط واضح في سرعة الرياح، وبالتالي تشكل موجات غبارية في هذه المناطق. وفي نفس الموضوع نبقى في توقعات الغبار. هذه توقعات الغبار مع ساعات الصباح يوم غد، إذا بعض الموجات الغبارية والأتربة المثارة في المناطق الغربية للعاصمة الرياض قرب القصيم، منطقة حائل وصولا إلى الرفحاء، هذه متوقع الأحوال الجوية خلال ساعات صباح يوم غد. خلال ساعات الظهيرة تتشكل عواصف ترابية قد تكون محلية الطابع في المناطق الشمالية الغربية، تتجه لاحقا إلى حائل والقصيم. وفي ساعات الليل تعود موجات غبارية قد تكون كثيفة في مناطق مختلفة من المملكة، تشمل المناطق الوسطى الشمالية الشرقية الشمالية بإضافة إلى الشمالية الغربية، ناتجة عن هذه الأحوال الجوية، ناتجة عن هذا المنخفض الجوي المتوقع أن يتعمق في وسط المملكة بمشيئة الله تعالى. توقعات الهطولات المطرية الرعدية غدا، هناك توقعات بتشكل بعض السحب الركامية الرعدية بدءا من ساعات عصر يوم غد الجمعة في مناطق قرب العاصمة الرياض وصولا إلى المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية، تحديدا في مناطق وادي دواسة لا يسمح أن تشهد زخات رعدية من الأمطار، بالإضافة إلى المناطق الوسطى. المناطق الشمالية من المملكة والحدود الشمالية بما فيها الجوف وعرعر وأجزاء من رفحاء، وهذه مناطق يتوقع أن تشهد أحوال جوية غير مستقرة متمثلة بهطول زخات رعدية من الأمطار في تلك المناطق، وكذلك الأمر في هذه المناطق، وبالتالي يتوقع أن تشهد أحوال جوية غير مستقرة. ميزة هذه السحب بأنها عشوائية الطابع وذات نطاقات جغرافية ضيقة. مع دخولنا في ساعات المساء تبقى بعض الزخات الرعدية من الأمطار متواجدة في المنطقة الشمالية في رفحاء وعرعر وسكاكة، وصولا إلى بعض المناطق الوسطى بما فيها غربي العاصمة الرياض. وخلال ساعات الليل ليلة الجمعة على السبت تصل هذه الأمطار إلى مناطق شمال شرق المملكة حفر الباطن، وتستمر بالهطول في الأنحاء الغربية من محافظة الرياض. نحن نتكلم عن محافظة وليست مدينة الرياض في هذه الحالة، إضافة إلى أجزاء من الجيران. ولكن مع ساعات صباح السبت تمتد وتشتد السحب الركامية، وربما تصل المدينة في الرياض نفسها عواصف رعدية ممطرة وصولا إلى وادي الدواسر، المناطق الشرقية بما فيها حفر الباطن، الدمامة، الجبيل، وحتى مناطق رفحاء وعرعر. هذا الحزام من السحب الذي يحيط بهذا المنخفض الجوي هو عبارة عن حالة من عدم الاستقرار الجوي بمشيئة الله تعالى.
الأجواء هذه ليلة في العاصمة الرياض، غيوم متفرقة، 19 درجة مئوية، أجواء معتدلة لطيفة، لكن يبدأ نشاط في الغبار نهار يوم غد. وكما تحدثنا هناك أجواء مغبرة مقبلة غدا وأحوال جوية غير مستقرة، وقد ترى العاصمة الرياض زخات عديدة من الأمطار اعتبارا من ساعات عصر يوم غد. دعونا نتعرف على الأحوال الجوية بالتفصيل في المملكة، نبدأها في المناطق الشمالية ونبدأ من تبوك. غدا العظمى 27-14، سكاكا 28-16، عرعر 28-17 درجة مئوية. المناطق الغربية من المملكة في جدة 35-21، 33-21 في المدينة المنورة، مكة المكرمة 36-24، وفي الطائف من 27-18 درجة مئوية. المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، جازان 33-29، أبها 23-14، 24-17 درجة مئوية في الباحة. وانتقال للمناطق الشرقية من المملكة، في الإحساء 32-20، حفر الباطن 33-23، وفي الدمام 33-22 درجة مئوية. نختم في المناطق الوسطى، في العاصمة 34-23، في القصيم من 33-20، وفي حائل من 30-16 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى. الأحوال الجوية متوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة. الجمعة هناك فرصة كما ذكرنا لأمطار رعدية اعتبارا من ساعات العصر، 34 نهارا 23 ليلا، مع أمطار رعدية متوقعة في ساعات خاصة ما بعد منتصف الليل وفجر يوم السبت. تبقى الفرصة مهيئة لبعض الأمطار الرعدية السبت مع أجواء مغبرة، 36-22 درجة مئوية ليلا مع أجواء غائمة جزئيا. الأحد أجواء غائمة جزئيا في ساعات النهار 33، تعود الأحوال الجوية غير المستقرة مع ساعات المساء تصل 20 درجة مئوية مع فرصة لأمطار رعدية. وأيضا يتوقع أن تكون باقيا هذا الأسبوع المقبل مليئة بالأمطار بمشيئة الله تعالى، وبسبب تأثر المنطقة بحالة من عدم الاستقرار الجوي. ندعوكم إلى الحفاظ على صحتكم والامتثال لأوامر الحكومة في المملكة العربية السعودية بالحظر المنزلي، وندعوكم دائما إلى الاستمتاع بهذه الأمطار من داخل منازلكم، وندعوكم إلى الابتعاد في حال كنتم تتنقلوا بين أي منطقة وأخرى عن مجاري الأودية والسيول في المناطق التي تتعرض للأمطار الرعدية. وأخيرا ندعوكم إلى الانتباه من إغلاق النوافذ بسبب ارتفاع نسب الغبار في الأجواء نتيجة هذه الأحوال الجوية غير المستقرة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.